السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة مو جيم نيون. رحب بكم أصدقائنا على قناتنا، واليوم راح نبدي بشرح طريقة كيف تصبح أنت المجرم. قبل ما أبدي، لأجل أنه ما تكون متفائل كثير، لا يوجد إلى الآن طريقة مضمونة، ولا أظن في المستقبل راح يكون هناك طريقة مضمونة 100% أنه تكون أنت القاتل، لكن هناك طريقة واحدة تكون فيها نسبة أن تكون أنت القاتل نسبة كبيرة جدا جدا. الطريقة كما يلي، انظر، طبعا تجي هنا في اند جيم، تسوي في اند جيم، راح تجي هنا تشوف ان هنا انتبه، هذه هنا تلقى 1 2 3، هذا ما معناه، يعني هنا 3 اشخاص راح يكونون في المجموعة الواحدة او في الجيم الواحد راح يكون 3 اشخاص مجرمين. بهذه الحالة راح يكون نسبة انه انت تكون المجرم راح تكون كبيرة جدا. خلينا نجرب ندخل، دخلنا طبعا بهذا الجروب، خلينا نجرب يا رب نكون انه احنا المجرمين ونشوفكم الطريقة بشكل عام. ويا اخي هذا المشكلة انه صاحب الغرفة مستعجل كثير، يعني احنا بعدنا 7 و3 مجرمين، انت علاش عملت يا الله هسه علاش حظي اكون انه شوف، يعني احنا فقط 7 2 اون بوست. طبعا هذه اول مرة العب بالخريطة الجديدة، لكن الى الان يعني اكو شخصين فقط مجرمين. شوف هنا انا شنو عندنا، عندنا 7 4 8 9 1، اتوقع راح اموت. جيد، والله عرفت راح اموت يا اخي، انتهى الفريق بسرعة جماعة، وصلنا احنا 10 الان، وخلي نبدي ونقول بسم الله ستارت. شكرا يا رب اكون انا المجرم يا اخي، والله هذا شكله ما شكله راح يكون. يا سلام، احنا 3 نحن المجرمون المتفوقون. طبعا الخريطة الجديدة مثل ما تشوفون، وخلي نشوف يا رب شنو نقدر نسوي. يا اخي يقولون الازرق والناس تقول الاسود، فقط المجرمين اللي يتكلمون. يا اخي والله صارت الصراحة الشغلة مسخرة، فقط المجرمين هم اللي يتهمون الباقين. خلونا نجرب ونقول بسم الله يا اخي. كل شخص، وهكذا انتهت الجولة بشكل اسرع. فخلينا نقلل شوية، نسوي بس 2 يعني، ونجرب هالمرة ونقول بسم الله. طبعا مثل ما تشوفون الخريطة الجديدة، لكن صراحة اني ما عجبتني الخريطة الجديدة، انا افضل انه العب بالخريطة القديمة. فخلينا نشوف نقول بسم الله. طبعا هسه احنا 2 اكو مجرمين، يعني تقريبا نسبة 50% راح اكون انا المجرم. يا سلام، انا المجرم. مثل ما تشوفون هسه، خلينا نبدي نقول بسم الله، خلينا نشوف انه شخص ونقتله بدل ما نراقبهم بهذه الطريقة. يا اخي هذا القاتل تقتله، قتلنا واحد، لكن الصراحة اللي اقدر اسوي اغلق الانترنت وبهذه الطريقة اقدر اقتله بدون ما احد يعرف بيه. الصراحة هذه الطريقة راح يكون اقرب انه تكون انت القاتل، لكن ماكو مضمونة يعني 100%. لا روموني، يلا خلينا نبدي ونقول بسم الله. لست انا القاتل، شوف يعني مرة انا اصبحت القاتل، مرة اصبحت انا المحقق. يعني دائما الناس تحب الاسم المحقق، تعرفون يعني المحقق كونان وكذا، يعني فالناس دائما مهتمة. الله اكبر يا اخي، والله الصراحة اكو زعاطيط، ما اعرف اذا تعرفون كلمة، ما معنى كلمة زعاطيط. زعاطيط يعني الناس الصغيرين، يعني الانسان تافه، كثير يلعبون باللعبة من هذه النوعية. يا اخي اول ما بدينا يعني بعد اصلا ما حد انقتل الا اني اسوي ضده. طبعا كل شخص
انصحكم نصيحة، كل شخص يسوي هاي الحركة انه اول ما تبدأ اللعبة ويضغط اعمل انطرد. شكرا يا اخي، كنت اريد اصوت ضده، طار هو وطير صاحبه معه. لا جيد، ما ادري ليش اشو جميعهم يعني ينظرون الي، رغم انه انا اصلا ما كنت موجود، يعني انا كنت يم الكاميرات، لا لحقت احد لا عملت شيء. يا اخي جماعة، الجماعة الله اكبر، الجماعة كلهم يمنا صاروا، ذول الاثنين هم اصلا طلعوا. يا خاني الازرق، واحد واحد صوت على الثاني، واحد صوت على الثاني، والله انا اتوقع الازرق. يا شوف هذول الاثنين اللي صوتوا بالبداية بشكل سريع، اتوقع هم نفسهم القاتلين. شوف من طبيعة القاتل انه ما يروح على الكاميرات اول ما يبدي، شوف اول ما يبدي القاتل ما يروح على الكاميرات، يروح يفتر ويمشي على طرق ثانية، دور ناس تفتر يعني مو يعمل الكاميرات، لذلك هو راح يكون اقرب انه يكون هو القاتل يعني. طبعا ملاحظات تقدر تستفادون من عدها. الله يا الله يا اخي، ريد احمر اصلا ماكو الاحمر. هذا ريد، هذا اسمه ريد، انا اعرف انه هذا الازرق اول ما بدا صوت علي، صوت يعني صح، انما صوت يعني شوف هذا الازرق. والله يعني شوف انا راح العب هاي اللعبة مجرد لاجل انه اعرف هو هذا الازرق نفسه هو القاتل، انا متأكد انه هو القاتل، طبعا متأكد كثير انه هو الازرق هو القاتل. يا اخي بالنهاية راح يطلع انه هو مو القاتل، لكن عادي. اظن انه هذا القاتل، لكن ما ادري الصراحة يعني. الله اكبر، ايه واخيرا. طبعا انا اعرف انه هو مو القاتل، لان صراحة ما ادري ليش احس. والله صحيح. يا اخي احس يعني لا يتكلم لا يسوي يعني، خلي صوت. رغم انه ما بس بقوا اثنين، يعني المفروض هم الاثنين هم القاتلين، هم يقتلون ويفضوها. راح يصوتون ضدي ويشمروني. الله عربت هاي الشغلة. يا هذا مقتول أميته. هذا اللي كان عندنا اليوم، نتمنى ان اللعبة نالت اعجابكم، لا تنسى ان تضع لايك وتشارك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.